الساعه دي تلف لفه كامله تكون عارف. لو كان ليك اي مشكله معايا بلاش احنا تكون تعرفني. نسمع منك حكايتك بالتفصيل. في قضية رأي عام، يعني مش عايزين الموضوع يطول. اللي خرجتي مش هشوف ابنك تاني أبدا. اوعى تفتكر ان كل مرة كنت بتخدني فيها ما كنتش بعرف. الحاجة الوحيدة اللي بتصبرك على موت الناس اللي بتحبهم انك تفضل شايل ذكرياتهم الحلوة جواك. ايجيفيلم.com دليلك لعالم السينما.